الكويز. الكويز. الكويز معتز باش تجاوبني بكلمة من غير ما تخمم برشا. عندك حق في كلمة واحدة. شكون أحسن لاعب تونسي تشوفه توا مازال ينشط؟ يوسف المساكي. أحسن لاعب تونسي في التاريخ؟ زبير باي. لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف؟ توا بور لو مومون توا ينشط في تونس معناها. نشوف عدا هذي تنرجع لها بعد. أقرب لاعب ليك؟ أقرب لاعب ليا مالك باي. شكون أحسن مدرب تونسي؟ فوزي بنزرتي. أحسن مدرب تدربت عنده؟ رود كلو. خاطر هو لانسيك؟ لا لا با مش خاطر لانسيك نحبو برشا. علاش؟ ترينيت عنده معناها انسان بروفيسيونيل يخدم بالكدا يحب خدمته سورتو يعرف يعرف اش قاعد يعمل وكل. مدرب عنده فضل عليك؟ محرز بن علي. علاش؟ كبرت معاه معناها سي محرز راناني من لي جون وترينيت عنده معناتها حتى في الكلوب مع السينيور وعنده برشا فضل علي وعلمني برشا حاجات. ماتش ما تنساهش؟ مولداي. علاش وكي انهي الماتش كيفاش فكرت؟ مولداي في رادس بينالتي فينال. علاش الماتش هذاك؟ مولداي في رادس كارد دو فينال سيتي معناتها اول ماتش العام هذاك نلعبو تيتولير وقعدت بريود طويله ما لعبتش واستاد معبي وجيت بينالتي وستريس وكل ولا شت البينالتي وماركيتها الحمد لله اون بليس ترشحنا معنا الماتش هذاك. هدف ما تنساهش؟ هدف مولداي زاد. مش بونتو ايتوال؟ والله بونتو ليتوال صحيح ما ننسيهاش خاطر كوميم سان كلاسيكو معناها وماتش كبير اما مولدية دومي فينال كوب دافريك ورادس معبي وجمهور فكيت هالبينالتي هذيك ولا كيفاش؟ والله مش فكيتها تفاهمنا في بعضنا معناها كيفاه؟ تفاهمنا هو نورمالمون صابر يشوت هكا نورمالمون صابر امانة معناتها انا وصابر نتفاهموا في البينالتيات وكل حتى في لونترينمون دونك عطاها لي قلت له راني حاس روحي معناتها متفائل نحب نشوت وكنت معناتها موتيفي بالكدا يا اخي قال لي معناتها ما خفتش وقتها من لاعب صغير في العمر هذاك استاد معبي تاخذ الريسك انت؟ والله يخوف ما خفتش خذيت الريسك والحمد لله معناتها كنت عارف روحي باش نماركيها معناتها ما خممتش اني نضيع الحمد لله ماركيت. اجمل بونتو سجلته؟ اجمل بونتو كونتر بنغردين 2016 كونتر بنغردين فكرنا فيه 2017 وقت اول ماتش ثاني ماتش نلعبوا معناتها مع الكبر في الكلوب افريكان وقاعد على البنك و 0-0 اللعب كل معناتها الكلوب ونيتي با بيان في الكلاسمون في كل شيء كاو دخلت اول كره مسيتها ماركيت بونتو في بنغردين وقت تفكر هدف تمنيت لو كان كنت انت اللي سجلته عاش بونتو مهم بونتو مزيان حسيت فيه صاحب قلت هذاك ما كنت وين اخير لا الحقيقة ما عنديش هدف حسيت عليه حتى مش حسيت معناها بونت الكورة معناها لا والله ما فهمتش انا برشا سألته من هنا يقول لي بونتو مثلا انيس البدري في الكونغو صحيح معقول لازم تكون باه حكمة تأمن بها حكمة تأمن بها غدوة خير تلاي حاجة فيك ما تعجبكش حاجة فيها ما تعجبنيش نضي بروحي بالبيت بتاعي بالخاب بتاعي كل شيء فيك يعجبك حتى الخاب بتاعي يعجبني باهي شكون أحسن لاعب في العالم ليونيل ميسي أحسن مدرب في العالم غوارديولا القدوة نتاعك كريستيانو رونالدو فريق في العالم طموحك توصل تلعب فيه برشلونة وأنت جاي خممت قلت زعما شنو باش تسألني بالطبيعة اي لقيتهم الاسئله الكل ولا ولا فما حاجه ما سالتكش عليها؟ فما حاجات ما سالتنيش عليها فما حاجات زايدة اعطينا شنو ما سالتك عليه مادام فرصه ما زلت مواتي ما سالتنيش عليه ما نعرفش لا سي بون سي بون مريم نسيت لا ما نحبش نفكرك مش نسيت متفكر انا ما نحبش نفكرك انت تقول لي هكا باهي نرجع لك السؤال لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف لاعب تونسي قادر ينجح في الاحتراف نيس البدر كانت هذه الكويز. الكويز